تحياتي، موعد جديد في المحقق على اليوتيوب والمحقق بلس، تطبيقة المتوفرة في الستور الكل، وتنجم طبتها وتتفرج في مختلف حلقات المحقق. حلقة جديدة مع ولد ليقتل، السلسلة العالمية اللي نشوفوا فيها كل مرة واحدة من الشخصيات الإجرامية، باش نحاولوا في الاخر من خلال ما قامت به نفهموا علاش عملت اللي عملته، وهل هذه الشخصية الإجرامية فما حاجات في محيطها، في تنشئتها، في تربيتها، خليتها تتحول إلى هذا المجرم اللي باش نحكيه على تفاصيل عملياته الإجرامية. والقضية اللي نقترحها لكم الليلة نمشيو في تفاصيلها قضية مثيرة جدا، قعدت لسنوات محل اهتمام الرأي العام في فرنسا والعالم، حتى أنه نتفليكس عملت لها هي زادة سلسلة خصصتها للحديث على هذه القضية. قضية باش تهزنا نكتشفوا أنه فما وراها قضية أخرى، قضية لولا إصرار القاضية فيها ولولا تدخل الإعلام، تنفصل لكم بعد كيفاش، ربما رانا ما وصلناش للنتائج اللي باش تتعرف فيها على المجرم. أما قبل ما نجيو لكل هذه التفاصيل، ندعوك أنك تشترك معنا في القناة على اليوتيوب كان مازلت ماكش من المشتركين، وإلا أنك تتقاسم هذه الحلقة مع الأحباب والأصحاب، وإحنا نبدأ في حكايتنا لليلة. حكايتنا لليلة تهزنا لي بون دو بوفوازان في ليزير، في غرونوبل في فرنسا، الجنوب الشرقي متاع فرنسا. 25-26 أوت 2017. علاش؟ على خاطرنا تقريبا الثلاث متاع الصباح في 26 أو سامحوني 27 أوت، السهرية اللي نحكيو عليها بدأت نهار 26 أوت وتواصلت إلى صبحية 27 أوت 2017. ثلاثة متاع الصباح اتصال باش يجي للشرطة في ليزير، في هذه المنطقة في بوفوازان، باش يقولوا لهم راهو عندنا بنية مفقودة. تتحول الشرطة على عين المكان بضعة دقائق من بعد. أول حاجة باش يبداو يسألوا الحقيقة، بالك شي مشات مع شكون تعرفوه، بالك شي موجودة لهنا راقدة في بلاصة من البلايس، بالك شي موجودة في كرهبة واحد من المعارف متاع العائلة، البولم موجودين. والشرطة تسأل فيهم كيفهم، كيما كل الحضور لوقتها وقفوا السهرية الحقيقة باش يفركسوا على الطفل، لكن كل الأجوبة سلبية. العائلة باش تأكد للشرطة أنه ما همش يسكنوا هنا، هما جاءوا للعرس متاع قريبهم إيدي، قريبهم اللي استدعاهم ويسكنوا، ما يسكنوش هنا هما بتاتا، وبالتالي ما يعرفوا حد زيد، يعني هما من الأقرباء، ما هذايا العروس مستدعي شوية من الأقارب، شوية من الأصحاب دار العروسة وغير ذلك، يعني ما يعرفوا حتى حد، بخلاف أنه كانت بحذاهم أمهم وأبوهم، يعني الجد والجدة متاع الطفلة، فأنه ما يعرفوا حتى حد آخر. به الجد والجدة وينهم؟ به الجد والجدة روحوا، الجد والجدة متاع الطفلة مايليس هذه اللي نحكيوا عليها، اللي عمرها 8 سنين ونص، يبالك شي روحوا بها هي مايليس؟ لا، ما هو مع قرابة ماضي ساعة متاع الليل هما باش يروحوا تجوجموا من الحس متاع الدي جي، مشاو باش يروحوا، جاوها مايليس قالوا هيا مايليس روحوا يا ماما روح معانا، قلت لهم لا مازلت نلعب وام الأولاد والصغار وكذا، فشاوروا بوها وما وخليوها. تقول انت يا 8 سنين ونص
ماضي ساعة ديجا ما زالت ما روحتش، ما ذاك هو شنو باش تعمل؟ صغير كيف يكبش فيك ساعات في سهرية من السهريات، وكيما قلت لك خاصة وأنه عندها جدها وجدتها وبوها وامها فقدت لي معاها في هالسهرية هذه. على كل حال خلاوها، وبالتالي ما هوش جدها وجدتها اللي عندهم البني، ما فما حتى حد تعرفه. وبالتالي الشرطة باش تبدأ أول حاجة تقرر أنها تفحص الكراهب اللي موجودين متاع الحضور الكل. قاموا بعملية الفحص، الفحص بالأساس يحل المال، ها باش يشوف كان فما حاجة، فما واحد عمل حاجة في البنية الصغيرة ويمشي يهزها زعمة، وهما في هالبلاصة معناها متاع قاعة الأفراح يحطها في المال تاع كرهبته. فحصوا الكراهب كل، ما فما شيء. باش تتصل الشرطة بالشرطة الفنية ويطلبوا أنهم يجيبوا الكلاب، وتجي الكلاب. احنا توا مازال الصباح ما طلعش، وكي جاوا الكلاب عطاو شمموهم الدبدوب الصغيرون متاعها، خاطر غادي يلقاوه دبدوبها الصغير. شموه الكلاب وانطلقوا مباشرة، يجريوا وخرجوا من قاعة الأفراح ومشاو للباركينج، وجاوا في الباركينج وتمسمروا، وقفوا في بلاصة في الباركينج. بالنسبة للشرطة العملية واضحة، مايليس غادرت قاعة الأفراح في السيارة اللي كانت موجودة لهنا. هما ما فهم حتى سبيل باش يعرفوا السيارة اللي كانت موجودة غاديكا تاع شكون. بالتالي باش يرجعوا لأمها وبوها يقولوهم صارت شي حاجات اللي أثارت انتباهكم في السهرية. مش بدأ يتفكروا بعد لهم، مش تقول فما حاجة صارت اللي تقريبا مع نص الليل هكاكا، باش تجيني مايليس تقول لي ماما فما واحد صاحبي يحب يوريني الكلاب نتاعو، نجم نمشي معاه نشوف الكلاب؟ مش نبهت هنا نقولها شكون واحد صغير صاحبك عنده كلاب جيبهم؟ لا، باش تقولها لا راجل كبير، هو عمي معناها كبير، وما باش يهزي وريني الكلاب. فالام باش تقولها يجا وريني السيد هذايا اللي قالك، باش توريها من بعيد السيد هذايا اللي عنده قاعد هكا يدور في العرس، لابس مريول ازرق شورت ابيض وبين هكا عطيها مليح. مشيت له عسلامة شي الأحوال كذا، انت قلت لمايليس باش توريها عندك كلاب؟ قال لا قلت لها باش نوريك الكلاب متاعي، وريتهم لها في بورتابل، انا كنت نربي الكلاب وكان عندي كلب معناها نحبه ياسر مات لي، وكنت نربي في الكلاب، وكنت معناها عندي شريكة متاع تربية الكلاب واحد، دونك وريتها بعض التصاور وذيك هو. أياتيك الصحة، بارك الله فيك، بارك الله فيك. مشي على روحه ومشيت على روحي أنا، ومايليس رجعت تلعب مع الصغار. هذه هي الحاجة الوحيدة اللي صارت معناها نتذكرها في علاقة ب معناها في حاجة مع مايليس. والشرطة باش تقرر أنها تتعرف على السيد هذايا لابس مريول أزرق وشورت أبيض في عرسي يظهر، وباللي كاميرا اللي طلبوهم واللي خذاوهم تصاور الناس الكل اللي يصوروا تصاور ولا اللي عملوا هكا تسجيلات فيديو. باش يجي العريس سيدي باش يقولهم هي السيدة ذي نعرفوا صاحبي هذي نوردال لولوندي دايور مسيكن استدعيته في آخر وقت، ما طلبني البارح يهني في بالعرس، قال لي شنو هي امورك وشنو هي امور التحضيرات وشنو هي كذا واحد يا اخي. قلت له عايشك نوردال يعطيك الصحه وميرسي، وسمحني نوردال اني ما نجمتش نستدعاك خاطر ماك تعرف استدعيت معناها للعرس 180 للسيريموني كنت حبه، فما فرق بين السيريموني تاع العرس وبين السهريه هذه اللي عملها العروس. بالتالي قال له راني للسيريموني استدعيت 180 واحد، ماك تعرف خوكم مزنوق ومصروف وكذا، ما نجمتش نستدعاك سامحني. اما كان تحب رايو في الليل انا هكا قاعده بالدي جي وكذا، كان تحب اخلط علينا في الليل.
ودو توت فاسون نوردال الحقيقة ما كانش يستنى ياسر في الاستدعاء، معناها هو مش هكا قال الراجل اللي استدعاك في نهارك اقعد في دارك ابدا، هو يموت على السهريات ويموت على الخرجات ويموت على المحواس، وإذا كان فما سهرية يمشي لها وإذا كان ما فماش يخلقها وإلى غير ذلك. ف سيلو لوندي ليلتها نهار 26 أوت باش يحضر في هالسهرة في الجزء الثاني يعني من العرس. ودايور ما كانش عنده كان السهرية هذيك، كان عنده عيد ميلاد ليلتها باش يمشي يحضر فيه العيد ميلاد، وبعد العيد ميلاد باش يعاود يرجع للسهريه نتاع العريس بعد نص الليل. باش تعيط له الشرطه وتساله باش يفسر لهم هذا الكل كيفاش مشى وكذا وشنو عمل واحد. هل تعرف شنو اللي صار للطفله مايليس؟ لا ما عندي حتى ما أعرف كيفاش نجم نعرف شنو اللي صار للطفلة مايليس. سألوه ومشي على روحه. قمت من غدوة واحد من الشهود اللي كانوا حاضرين في العرس باش يقول أنه في الكيوسك متاع الجهة شاف السيد هذايا يغسل في كرهبته، فما طفلة مختفية وفما واحد قاعدين يسقسيوا فيه نهار بعد العرس اغسل كرهبته. قاعد تبع ما باهي. مشيت الشرطة للكيوسك، طلبت لي كاميرا دو سيرفيانس، القات لي كاميرا دو سيرفيانس، ولي باش تلقاه باش يدوخ البحاث والمحقق اللي قاعد يتبع في الحكاية. قداش قاعد يغسل في كرهبته سي نوردال؟ قداش تغسل كرهبتك انت؟ وكان ما عندكش كرهبه قداش تتصور واحد يقعد يغسل في الكرهبه نتاعو؟ نص ساعه، ساعه غير بو، ساعه. نوردال قاعد يغسل في كرهبته ساعتين و17 دقيقه. عيطوا اي سي نوردال تفضل، نجموش نعرفوا علاش قعدت تغسل في الكهرباء ساعتين و17 دقيقه؟ صار هو هذا الكل وانا نغسل في الكهرباء ولا ما جا البالي، في بالي سويعه من زمان تي ماني نغسل فيها خاطرني باش نبيعها. وثبتت الشرطه ولقات فعلا اللي عنده شكون مكلمو على الكهرباء باش يشريه. به سي نوردال، شبينا لقينا تليفونك مسكر ليلة الحادثة، تليفونك يكون يخدم يتسكر أكثر من ساعة بعد يرجع يخدم شوي بعد يعاود يتسكر. ما عنديش شارج في التليفون دونك سيد المحقق باش نستحفظ على الشارج قعدت كل مرة نسكره شوية بعد نعاود نحلو بعد نسكره بعد نعاود نحلو. ذاك هاو به هنشوف عندك شوية زلعات في ديك. من شنو الزلعات هذوما؟ ها زلعات ماني زبرت شجرة في دارنا دونك تخبشت. ممنوع سيد محقق واحد يزبر شجرة. وبش يسيبو وبش يمشي يروح على روحه. أما قبل ما نكملوا ونجيوا لمعطى مهم باش يبدأ يبدل مجرى القضية يلزم نقدم لك أكثر شوية. السيد هذا نوردال لولوندي حلت عليه الشرطة الكتاب مليح لأنه فما نوع من الحدس بدأ يقول لهم السيد هذا عنده ما يخبي. نوردال لولوندي هو عسكري سابق أنسيان ميليتير كان مختص في تربية وفي الفرقة متاع الكلاب في الجيش، له ياسر بروحه مغروم هكا بروحه وبدنه، تشوف تصاوره في الفيسبوك متاعه تلقاه ديما تورس نو يوري في عضلاته في صدره ميسكلي. و سي نوردال لولوندي باش يطرد من الجيش. علاش طردوه؟ على خاطره كان يشم برشا، يستعمل المخدرات، يستعمل الكوكايين. وباش يصير
كما الكونسي دو ديسيبلين في الجيش وسيتم طرده. ملي طردوه من الجيش باش يحل شركه لتربيه الدريساج دونك نتاع الكلاب، لكن الامور مش باش تمشي برشا وباش يضطر انه يسكرها سريعا، ومن وقتها هو يسكن مع دارهم، ولكنه كما قلت لك من سهريه لسهريه ويشرب برشا ويستعمل في الدروغ برشا. هذه الصورة اللي عملتها عليه الشرطة وهي تواصل في عملية البحث. وفي المواصلة في عملية البحث فما تقرير الشرطة الفنية اللي طلبوه، خاطر بما أنه فما كرهبة وكرهبة تعديت باش تتخسل، فأنه ربما قاعدة تقول الشرطة فما دليل يحب السيد يخبيه. وتقرير الشرطة الفنية باش يجيب نتائجه، بما أنه التقرير باش يقول أنه في الفلسة متاع الفنار اللي تخدم الفنار متاع الكرهب باش تتلقى يعني تراس ميكروسكوبيك تاع شنو؟ تاع دم، تراس دوبليش تاع دم. وبالتحليل باش يتلقى انه دم مايليس. يا سي نوغدال، تياو عندك الدم متاع الطفلة في الكرهبة متاعك، مش ما عندك حتى علاقة وما معناها ما 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 طلعتش في الكرهبة وما مشيتش معاك وما هزيتهاش، شنو يعمل اثار الدم نتاعها في الكرهبة نتاعك؟ توا كي قلت لي سيد المحقق ذكرت، ما هو هي تلعب هي واصحابها بالكوره وين الكرهبه محلوله الشبابك نتاعها، طيشوا الكوره في الكرهبه، طلعت هي نقزت هكا باش من الشباك باش تجيب الكوره، اي 100% راهي وقتها سطعت بخشمها ولا حاجه في الفلسه وعملت شويه دم. مين نعرف عليها انا؟ هما صغار يلعبوا يا اخي، انا مين نعرف عليهم؟ ونظرا لانه التراس صغيره ياسر، ونظرا لانه ما لقاوش ادله اخرى، فانه سيتم اطلاقه في انتظار استكمال الابحاث. شهرين بعد الاختفاء ما فما حتى معطيات حاسمة ودامغة فيما يتعلق باختفاء مايليس، إلى أن تجي تصور فيديو المراقبة متاع واحدة من القرى اللي موجودة بحذا السال ديفيت، هذه قاعة الأفراح، واللي تشافت فيها كرهبة لولوندي. نشوفوا في الكاميرا دو سيرفيانس، نشوفوا كرهبة أودي A3 غري، نشوفوا لولوندي مليح، ونشوفوا بحذاه تاش بيضة فوق الكرسي. تصويرة خايبة ياسر تاع الكاميرا، ما نجموش نفرقوا شنية التاش البيضة هذه، هو ضو وإلا قماش وإلا بنية صغيرة كانت فعلا لابسة روبة بيضة مايليس. ما فماشي معطيات دامغة مرة أخرى بالنسبة للمحقين، ولكن هذا كان كافي لتوجيه تهمة الخطف وتهمة القتل للولندي بهذه المعطيات المتوفرة. واحنا كيك تليفون باش يجي للشرطة من عند زملائهم في شرطة شامبيري، مدينة مجاورة لغرونوبل. عسلامة عسلامة الولاد، شنو احوالكم؟ سافا لاباس؟ يا اخي برسمي عندكم قضية فيها كرهبة اودي غري، اي عندنا متهم اللي عنده كرهبة اودي A3 غري. لا مش على حاجة، خاطر احنا قاعدين نحقوا في قضية متاع اختفاء منذ اشهر
آخر مرة تشاف فيها السيد اللي نحقوا على اختفائه كان في كرهبة أودي أتروى جري. نحكيو على اختفاء الكابورال هذا، الكابورال أرتور نويي، 24 سنة، اختفى بعد السهرية في بواتا، ما تلقاتش الآثار متاعو من وقتها. وهنا باش يسألوا على التليفون متاع مولا الكرهبة، باش يعطيوهم نمرو التليفون لولوندي، والشرطة باش تقارن التليفون متاع لولوندي والتليفون متاع نويي كانوا بحظة بعضهم ولا لا ليلة الاختفاء متاع الكابورال. وشو باش تلقى؟ مش برك كانوا بحظة بعضهم، باش تلقاهم متطابقين، كانوا في نفس السيارة مع بعضهم. ثم اختفى نويي، وهنا عاد الجماعة باش يشدوا ريوسهم. يا اخي شنو السيد هذا اللي احنا عنا؟ يا اخي هو عنده انجذاب للبنات الصغار وهو بيدوفيل، على خاطر باش يلقاو في تليفونه انه عنده فيديوهات مصورها روحه وهو قاعد يقوم بالتحرش في بنات صغار، والا هو هوموسيكسويل ويحب الرجال وبالتالي عنده علاقات مع هالكابورال هذا. شنو حكايته السيد هذايا يعني اللي يطلع معاه في الكهرباء يختفي؟ اشنو حكايته هذا الرجل؟ والا لولوندي ما عنده حتى علاقه باختفاء لا ميليس ولا الكابورال نويي، وانه الحكايه كلها مجرد صدفه. صدفه هذيك جاي يوصل فيه ستوب وبعد هبطه وما يعرفش شنو صار له، وهذيك عمرها ما طلعت معاه في الكهرباء. هل هذا هو فعلا اللي صار، والا لولوندي هو القاتل متاعهم الاثنين؟ هذا اللي نشوفوه في الجزء الثاني من حكايتنا لليله.